يعني شفنا من خلال التقرير خالد جدارية الأمل، يمكن دي آخر حاجة كان ذكرها أمير، شكرا له أمير برضو رسام المعروف. أخذت منكم كم الجدارية بتاعت الأمل؟ يعني أنا لاحظت أنه في كمية بتاعت سقالة وبوهية وحياة كثيرة جدا، أخذت منكم كم؟ الجدارية أخذت معانا تقريبا 3 إلى 4 أيام من الصباح بدري، من الساعة 9-8 حاجة بالشكل ده لحد المغرب. ومن هنا بنشكر الشاب الظريف اللي جاب لنا السقالات، وبنشكر شركة جوتن، ونشكر برنامج جل الخرطوم اللي هم قدموا لنا معكم في، نعم، في الجدارية. نعم. طيب يعني فن تلوين الجداريات أو الستريت آرت، فن الشوارع أو الجرافيتي، الفنون المعروفة فيما يخص التلوين على المساحات الكبيرة والمسطحة، في ناس بيشوفوا والله إنه يا أخي هي نوعا ما من الفنون أحيانا بتكون مزعجة، يقول لك والله يا أخي ما بنقدر نفهمها بالساهل، وبعدين بيشوفوها كده كأنما المنطقة اللي بتكون فيها غير منضبطة، بيقول لك يا أخي والله الحتة دي نازل كيف قدروا يرسموا هنا، في انتقاد للحاجات دي، بتتعاملوا كيف مع الانتقادات اللي بتصلكم فيما يخص الموضوع؟ والله هو طبعا بما إن الناس بترسم في الشارع الحكاية عامة، فالواحد بيعود نفسه على إنه يتعامل مع جميع التعليق السيئة التعليق الجيدة، الناس كيف بتسأل أنتوا بتعملوا في شنو، ليه بتعملوا كده، منو داعمكم، فالناس بتحاول إنها تتعود وتأخذ الموضوع شوية كده طيب عشان ما ترسموا في حتة معينة بتاخذوا تصديق طبعا؟ أكيد بيكون في تصديق من أصحاب الحيطة في الأول، إذا كانت الحيطة في مبنى خاص، إذا كان في حاجة عامة بتكون في تصديق من الحكومة، ودي أهم حاجة في فن الجرافيتي أو الستريت آرت إنه يكون في تصريح في الحيطة اللي أنت بتقصد. تمام. طيب في الستريت آرت اختلافه من الجرافيتي إنه الجرافيتي فيه حروف وكلمات وكتابة، بينما هنا صورة معينة مجسدة. أنا معانا مجموعة من الحيط هنشوفها، يا ريت برضه لو عبونا الصور مرة أخرى على الشاشة عشان نشوف، لكن دار أعرف حاجة برضه أيضا كذلك، كيف بيتم تكوين الجدارية؟ يعني مساحة كبيرة جدا، ممكن تكون مساحات بأحجام كبيرة جدا يعني. صحيح. كيف بيتم الضبط الصورة ذات نفسها؟ بتبدو كيف وبتنتهي كيف؟ أوكي. المساحات ممكن تكون مساحة صغيرة متر متر مربع، وممكن تكون 200 متر مربع، في النهاية تكون على الفنان، هو في مجموعة من الحاجات اللي هي بتساعده إنه ينزل الإسكتش حقه من الورقة للحيطة، ممكن تكون بشكل بتاع جريتس مربعات الواحد بيقدر يرسم بها، ممكن تكون إذا الفنان مستوى عالي شوية ممكن يكون بيده طوالي نسميها فريستايل، ففي أساليب تانية الواحد الفنان ممكن يستخدمها عشان ينزل بها في مساحة كبيرة، وأهم حاجة الإسكتش يقعد زي الناس بطريقة ممتازة قبل ما التلوين. طيب في بيوتكم كده عندكم حاجات في الغرف في ما شابه في حاجات زي دي موجودة معاكم، ولا الحاجة دي بس في الشوارع يعني؟ أكيد الواحد بيبدأ من البيت بيجرب حبة حبة لحد ما يصل، لأنه أنت في الشارع حتقابل فنك ده حيقابل في اليوم ناس كثيرين خالص، فأنت لازم تطلع حاجة بيرفكت في الشارع، لازم تجرب في الأول كم تجربة حتى تطلع. طيب الرسم بتاع الجرافيتي ده او بتاع الستريت آرت هل بيدرس في معاهد عنده يعني منهج معين بتتعامل معه، ولا حاجه دي بتخضع للاحساس بتاعك والفهم فقط؟ يعني الستريت ارت والجرافيتي بالتحديد ما عنده اي مدرسه، ما عنده اي معاهد، الواحد بيتعلم براه في البيت، لكن في قوانين ومبادئ الواحد بيقوم عليها تبع للمجتمع حق الجرافيتي والستريت آرت. دي بكم ساعة في البوهية؟ ده في السودان ما في للأسف. بتجيبه من وين؟ بتجيبه من الخارج، بيكلف معك تقريبا 10 دولار 5 دولار على حسب الشركة. طيب هي يعني الضغط وكده. طيب لكن صعبة جدا التعامل مع تبترسم ب يعني البخاخ صعب جدا، كيف الفنان بيتحكم في حركة يده؟ صحيح. في البداية لازم يكون عندك تدريب زي ما قلنا في البيت، في حيط خاصة عندك بتتدرب عليها، وما بس على البخاخات، ممكن تشتغل بالفرش ولا الكمبرسون هنا عندنا في السودان،
حاجه زي دي برضو. كيف التحكم فيها صعب نوعا ما؟ شايفين يمكن معانا على الشاشه برضو جزء من الجداريات اللي كنتوا شغالين عليها مجموعه من الشباب، بعدين عجبني فيكم التزامكم برضو بالزي القومي يعني الجلابيه، صحيح، ودي حاجه بنشجعكم على حاجه جميله جدا. الفكره لما تتلموا مع بعض عشان تمرقوا جداريه وتشتغلوا على حاجه معينه، برضو في اجراءات السلامه فيما يخص الحساسيات والاستنشاق وما شابه، برضو ملاحظين للحاجات دي. صحيح. لكن كيف بيتم تكوين الافكار عندكم انتكم جروب يعني؟ طيب 249 بنبدا طبعا بالمناقشه، كل واحد بيكون عنده سكتش معين. اهم حاجه في الستريت ارت انك تاخذ السكتش المناسب في المكان المناسب. فدي حاجة مهمة جدا، الناس بتطلع سكتشات، مجموعة من السكتشات، بعد ذاك بيكون بيحصل نقاش عشان نطلع بالحاجة المناسبة للمكان. طيب عندكم فكرة انكم تصمموا اكبر جدارية في السودان مثلا، او جدارية معينة، يمكن جدارية الامل الخاصة بالمايقومة حياة تحفزوا عليها، وما شاء الله يعني فيها رسالة واضحة وذات مضمون كبير جدا. انا شايف يمكن معي مجموعة من الصور لجداريات مختلفة من حيث انحاء العالم، زي ما شايفين انه يعني بتعكس مدى شنو الرساله ممكن تقدم من خلاله. ويمكن كان في الجداريه العالميه المعروفه للتغلب على الحروب والمصاعب في سوريا، يمكن كان شكلوها الشباب في الاردن، كانت معروفه جدا ومشهوره يعني. وين انتم برضو من العالم فيما يخص الجداريات يعني؟ والله نحن كجروب كونا الجروب في 2015، الجروب ما اخذ فتره طويله، لحد الآن شغلنا تقريبا في السودان ودول الخليج ما أكثر من كده، لكن إن شاء الله في 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 برامج نحاول نطلع فيها في العالم برا، ويعني نحاول نقدم فننا بالطريقة السودانية حقتنا إن شاء الله. فلكم دائما التوفيق ومن نجاح لنجاح، ودائما الصورة واللون أحيانا بترسم رسالة صعب إنه الواحد يقولها من خلال كلمة أو من خلال شعر أو من خلال نثرة أو من خلال أشياء كثيرة جدا. شكرا جزيلا لك خالد، نورتنا كثير، وإن شاء الله ربنا دائما موفقين. الله يخليك، تسلم كثير. 249 شكرا جزيلا لك، يديك العافية، تسلم كثير، شكرا للسودانية، شكرا.